مساكم الله بالخير، حياكم الله. متجر فالكري للعطور المستوحاة، معنا الأخ عبد الله صاحب المتجر. حياك الله أخوي عبد الله. الله يبارك فيك. فالكري وشو؟ فالكري طبعا للعطور المستوحاة، من أجود أنواع العطور المستوحاة في المملكة، ومراهن على جودة العطور المستوحاة. يا سلام. ندخل في العروض وندخل في الأسعار والجودة. أول ما نبغى نقول، ما نبغى إحنا نقول لك العروض أو كذا، نبغى نختبر جودة العطر وتجربها بنفسك، تسوي مقارنة مع العطور وتجربها بنفسك. طبعا زيوتنا اللي نستخدمها زيوت فرنسية، والمصانع اللي نتعامل معها مصانع سعودية ومصرحة من هيئة الغذاء والدواء، يعني إن شاء الله من بعد الله سبحانه وتعالى ما في مشاكل من ناحية الحساسية أو الالتهابات أو الأشعة. طبعا لو تتفضل معنا تشوف يا ماجد كيف العطور وكيف جودتها وثقتنا. احنا اهم حاجه مع العميل، اهم حاجه ان العميل لما يشم الرائحه ما يقول والله راحت خمس دقائق او ساعه، لا، احنا نضمنها تقريبا من 4 إلى 8 ساعات 100%. يا سلام. طبعا الان بسوي تجربه حيه. طبعا هذا عطر فالكري رقم 1 معروف في الموقع. طبعا هذا البديل له، طبعا هو معروف ما يحتاج، هو رقم 1 عندنا. انا ما راح اقول لك اسمه لان انت بتشمه بتعرفه لانه مشهور جدا. جميل. نفس الريحه تمام، بكل امانه نفس الريحه. طبعا هذه التجربه احنا نطبقها على كل العطور اللي عندنا ونفس الطريقة ونفس الجودة تماما، يعني اللي انت تشمه والفروقات اللي بين الاثنين الغير ملاحظة هذه اللي طال عمرك تعكس جودتنا في فالكري. طبعا الان نسوي تجربة ثانية برقم عطر رقم 29. سم. هذا عطرنا، نجي العطر الثاني. طبعا معروف جدا جدا هذا العطر. الآن جرب طول عمر وعطنا رأيك. طبعا بالنسبة الآن للأسعار، أكثر العملاء يسألون بما أن جودة عالية وكذا كيف أسعاركم يا باكر؟ نقول لكم أسعارنا حنا بمتناول الجميع، وبالنسبة للعطور اللي تقعها 500 ب 1000 1500 كلها سواء النيش أو ديزاينر كلها ب 89 يعني. يا سلام. 89 شاملة الضريبة؟ شاملة الضريبة. بالنسبة للتوصيل؟ بالنسبة للتوصيل إذا اشتريت 3 أطور التوصيل مجاني. توصيل مجاني. داخل الرياض وخارج الرياض. داخل الرياض وخارج. توصيل إلى باب البيت. إلى باب البيت. وبالنسبة للتوصيل داخل الرياض فقط يوم عمل واحد. يعني طيب. خلال 24 ساعة. توكلنا على المستودع نشوف. وبالنسبة طبعاً لخارج الرياض، المدن الرئيسية طبعاً خبر، الدمام، جدة، مكة، تأخذ من 3 أيام إلى 6 أيام مكسب. وبالنسبة إلى جميع أنحاء المملكة طبعاً. تقريبا من 5 إلى 7 أيام. احنا متعاملين مع المستودع هذا، المستودع هذا يعتبر من افضل المستودعات الموجوده في الرياض. طبعا اسمه من ناحيه التبريد، اشوف المكان ما شاء الله، التبريد، التجهيز، التقليد ما شاء الله، يعني شيء جميل جدا صراحه. وطبعا المكان مبرد بالكامل، حتى بالصيف العطور ما راح تجيك مثلا حاره او شيء، لا تكون يعني ممتازه جدا. طيب سؤال اخوي عبد الله، مده العروض وهذا اهم شيء. طبعا مده العروض 3 أيام. 3 أيام هذا الكمية طبعا، لأن بعض المنتجات ممكن تنتقل إلى نفاذ. طيب يعني مدة العروض بتكون إن شاء الله 3 أيام أو حتى نفاذ الكمية، بالإضافة أنه داخل الرياض توصيل إن شاء الله في نفس اليوم حسب الضغط، يحاولون أنه يكون نفس اليوم. خارج الرياض المدن الرئيسية من 3 أيام ل 5 أيام، والقرى إلى 7 أيام. إلى 7 أيام أخوي عبد. جميل جدا. التغليف أي حاجة يتأخرون معنا عندنا بالواتس أو بالسناب شات. يا سلام. والتغليف بالسلك بالشكل هذا. طبعا احنا مسوين عرض خاص للي ياخذ 4 عطور، بيكون الشحن مجانا، زياده عليها عطر خاص من عندنا يجي بشكل هديه، لان والله المتابعين يستاهلون صراحه. الله يعافيك. يعني اللي ياخذ 4 عطور ياخذ 5 مجانا. نعم، حتى نفاذ الكميه. حتى نفاذ الكميه. يعني اللي بيلحق ويطلب 4 عطور الخامس مجانا والتوصيل مجانا وشامل الضريبه. شامل. الله يعافيك يا عبد الله. تكلم لي على التغليف، كنت بتكلم قطعه سنابه.
طبعا بالنسبه الان للتغليف طبعا اما انه يجي بدون شحن على حسب كميه الطلب او بيجي طبعا. طبعا عرض الاربع عطور اذا اخذت مثلا من العطر هذا واحد ومن هذا ثاني ومن هذا ثالث والرابع مثلا من هذا على طول دايركت جيك العطر الخامس هذا عندهم ستار خاص مجانا يغلفونه يوصلونه الى باب بيتك. طبعا العرض هذا حتى نفاذ الكميه هذه يعني اللي بيلحق ويرفع الشاشه ويطلب اربع عطور توصله الاصدار الخاص عندهم من العطر هذا يصير العطر الخامس مجانا. طبعا هذه الكميات الان متوفره عندنا. طبعا اليوم سووا واصله قطعه جديده فقط عشان اعلان يا ماجد صراحه يعني ان شاء الله انها تكون كافيه. طبعا هذه القطعه الان توها واصله توها الان حاطينها وان شاء الله بكره راح تجي دفعه جديده غيرها باذن الله ولمده ثلاث ايام حتى نفاد الكميه. الله يوفقنا وياك. الله يطول عمرك. شكرا اخوي عبد الله. الله يعافيك طول عمرك وعمرك. طبعا حياكم الله عندنا طبعا سناب اي حاجه جديده راح نوفرها بتكون عبر منصاتنا في الانستغرام والسناب شات.